ناس كتير ممكن تكون تعرف الخدمات المالية، البنوك يعني إيداع وتمويل، يعني إيه خدمات غير مالية وبيقدمها البنك لمين، وإيه الهدف من تقديم هذه الخدمات؟ الخدمات الغير مالية هي الخدمات اللي بتؤهل الشركات إنها تقوم بأداء أحسن، بتأهل أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة إن هي تركز على ربحيتها، تركز على إدارتها، تركز على التوسع بتاعها بغض النظر عن التمويل. فهي الإدارة والربحية والانتشار والتوسع والتغلب على عقبات النمو. ما بين أمثلة للخدمات الغير مالية عندنا الاستشارات، عندنا التدريب، عندنا الإرشاد، وعندنا التوجيه. بتدربوا أصحاب المشروعات؟ بندرب أصحاب المشروعات أيضا. بيبقى عندنا جزء كبير جدا من الخدمات الغير مالية بيبقى مقدم في البنك الأهلي المصري عن طريق مراكز تطوير الأعمال، مراكز رواد النيل. ودي طبعا مبادرة تبع البنك المركزي، مبادرة رواد النيل ابتدت من سنة 2018 لمساعدة الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة أو الغير رسمية للانضمام من القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي. طيب يعني الخدمات غير المالية اللي من بينها الاستشارات، التدريب وخلافه، مين ممكن يستفيد من هذه الخدمات؟ يعني هل لازم يكون عميل البنك الأهلي مثلا؟ هل لازم يكون عميل موجود حتى لو في بنك تاني؟ هل ممكن يكون ستارت اب لسه بيبدأ شغل لأول مرة؟ مين الناس اللي ممكن تستفيد من خدمات غير المالية في البنك الأهلي المصري؟ الخدمات الغير مالية بتقدم على حسب مرحلة نمو المشروع والمرحلة اللي هو فيها من الأول. فطبعا أي شركة صغيرة أو متوسطة ممكن تستفيد بالخدمات الغير مالية من يعني البنك الأهلي. يعني ممكن ما يبقاش عميل البنك الأهلي، ممكن ما يبقاش عميل مقترض، ممكن يبقى عميل في البنك لكن ما عندوش قروض من البنك الأهلي. ممكن تبقى صاحب مشروع لسه مش عميل بنك أصلا، عايز ممكن يبقى لسه عنده علاقة مع البنك، ممكن يبقى لسه مشروع بيبدأ، ممكن يبقى مشروع طبعا لسه بيبدا ايرلي ستيج او ستارت اب في اوله لسه. ممكن يبقوا خارجين من الجامعه بيعملوا مشروع. على فكره احنا النهارده بنشوف نماذج، دايما لما بنقول مشاريع صغيره كله بيجي في باله انه اصحابها ناس باديه مش عارفه حاجه لسه. لا بالعكس، انت ممكن تلاقي اصحاب عندهم 10 او 15 سنه خبره قرروا ان هم يسيبوا الكوربريت لايف ويروحوا يتجهوا ان هم يعملوا مشروع كابيتالايزنج على الخبره بتاعتهم اللي اخذوها من الكوربريت قبل كده. فطبعا ما نربطش المشروع الصغير بمشروع اصحابه صغيرين او قلالات خبره. صحيح. يعني الاثنين مش مربوطين ببعض. هنا البنك بيلعب دور، يمكن الدور الاساسي ليه هو التمويل، شغل التجاري، لكن الخدمات غير الماليه دي إرشاد. مبادره جديده، ارشاد، جذب للعملاء دول ان هم يخشوا البنك. على فكره انت في كتير اوقات احنا بنبقى عايزين عميل يخش البنك، مش معناه نوع عميل ياخد قرض، لان طبعا البنك بيقدم خدمات مصرفيه وغير مصرفيه. يعني انت النهارده من فتح الحسابات، من الخدمات الديجيتال، من الكروت باشكالها كلها، من كريدت لدابت لبريبايد، كل اشكال اللي تساعد شركه انها تؤدي مهامها بطريقه اسهل تعتبر خدمات مصرفيه من البنك ولكن ليس ليها اي علاقه بالتمويل. يعني مش بالضروره ناخد البنك، لكن صحيح. مش يعني عميل البنك يتحول لعميل ائتمان في مرحله لاحقه، لكن مش شرط ان هو يخش البنك فياخد قرض. طيب هل في قصص نجاح؟ يعني مثلا عميل حصل على استشارات من البنك كخدمه غير ماليه وقدر من خلالها انه ينمي اعماله، قدر انه ياخد ائتمان على سبيل المثال ويفتح خطوط انتاج جديده، قدر انه يبدا شغله بشكل كويس ومظبوط وماشي مع المعايير المطلوبه. يعني هل ده بيحصل على ارض الواقع؟ بص طبعا بيحصل على ارض الواقع، وفي الاخر احنا بنك، فانا طبعا لما بادي خدمه غير ماليه بيبقى الهدف الامثل انه ان احنا نوصل ان الشركه دي تلاقي نفسها تنجح وتلاقي نفسها عارفه تقترض. يعني هقول لحضرتك حاجه، النهارده حضرتك معاك مبلغ ممكن تبتدي مشروع لوحدك، لكن دايما لازم تحط في بالك وانت بتدرس جدوى المشروع بتاعك انه لو في يوم من الايام عائد المشروع مش قادر انه يتحمل عبء التمويل يبقى المشروع ده في حاجه غلط في دراسته من الاول، لانه مش مطلوب انه الشركات تكبر بفلوسها الخاصه او بفلوس اصحاب الشركات البيرسونال. بالعكس، انت النهارده وانت بتعمل الجدوى بتاعتك لازم تبقى حاطط تكلفه تمويل المشروع نفسه. حتى لو مش هتاخد قرض لازم تبقى عارف تعمل فاكتورنج جوه الفكره نفسها، انك انت لو ما تاخد قرض العائد بتاعك هيغطي تكلفه التمويل ويغطي مصاريفك ويعمل لك ربحيه في المشروع. صحيح. فالنهارده لو انا بكسب
2-3% واقعد زعلان على نفسي، لا انا اقفل المشروع، يا اما اروح اتدرب يا اما ارجع اتوظف اخد خبره اكبر. بتفرق يعني لما لما بياخد تدريب بيفرق معايا في حجم اعماله وارباحه. بالظبط. الخدمه الغير ماليه هنا ممكن بتساعد على الاداره، ممكن بتساعد على التخطيط، ممكن بتساعد على رفع الكفاءه زي التدريب. واحنا عندنا تدريبات كتيره جدا بتبقى معموله من البنك، طبعا فريق رواد النيل بتاع البنك الاهلي هو موظفين بنك اهلي واغلبهم موظفين ائتمان بنك اهلي، فطبعا اغلبيه التدريب اللي بيقدموه بنفسهم بيبقى تدريب مالي، فهو يا اما دراسه الجدوى الاسترشاديه، يا اما ان احنا نقدر نساعد في اداره اموال الشركه نفسها، بنقدر ان احنا بيبقى زي نشر وعي ودرايه تثقيف تثقيف مالي.